سلام البنات، صباح خير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا اليوم جيتكم في وصفه تاع لي تارتوليت. وصفه والله يا البنات قد ما نشكرها لكم قليل، روعه روعه روعه. سواء العجينه ولا هذه الكريمه راح نعطيها لكم بالتفصيل، راح نشرحها لكم. هي صراحه انا هذه الوصفه نخدم بها لي كوموند، حبيت نفيدكم بها. يعني اللي تحب تخدم لي كوموند تخدم، راهي طيح لها كميه لبس بها وزيد بزاف بنينه وخفيفه. المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، قبل ما نبداو الوصفه البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد جنب الفيديو. ونروحوا للوصفه لهنا كيما موالفه، دائما نخلي لكم تشوفوا الاشكال، تشوفوا كيفاش جاوا. ونروحوا دوك للوصفه. واش عندي في المرحله الاولى؟ عندي 500 غرام فرينه. الفرينه لازم دائما خلينا نقول لكم تكون مغاربله. عندي 500 غرام فرينه مغاربله، 250 غرام مارغرين. المارغرين لازم تكون بحراره الغرفه. ندير هذيك المارغرين مع الفرينه ونبسسها بين يديا كيما راكم تشوفوا، نبسوها مليح مليح حتى هذيك الفرينه تدخل مع المارغرين تولي شغل مشمخه، تتبسس مليح مليح. هذه المرحله البنات جد 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 مهمه. من بعد غير نبسوها واش نروحو نديرو؟ نروحو نجيبو ربع مغارف كبار سكر ناعم، سكر كلاسي. ثاني دايما نقولكم غربلوها هكذا، نزيدو نخلطوها معاهم بنفس الطريقه هذه. من بعد نروحو نجيبو لهنا السكر الناعم البنات، انا درتلو لافاني، لافاني ورشه ملح. ديما ديروا لافاني مع السكر الناعم، لازم لافاني باش تروح لكم بعد ريحه البيض. من بعد لهنا واش درت؟ درت ربع مغارف كبار زيت، ربع مغارف كبار زيت، خلطتها معاهم وكملت بالسس كيما راكم تشوفوا. لهنا هاكم شت وزدت الرشه تاع ملح. من بعد جبت زوج صفار بيض ودرت معاهم ثلاث مغارف كبار حليب، بين ثلاث مغارف حتى للربع مغارف. ثم زيدوا ثلاثه وشوفوها، لكن شفتوا بلي العجينه تاعكم تحتاج الحليب زيدوا المغرفه الاخرى، لكن شفتوها ما تحتاجش ما تزيدوش، تما ديروا ثلاثه قد قد. انا لهنا شوفوا دوك نعت لكم درت ثلاثه قد قد، الفرينه تاعي مليحه تما درت لي ثلاثه برك. امال فنطيح في الفرينه لي ما تشربش؟ ندير ربعه. شوفوا لهنا راني نعتها لكم بلي راني درت غير ثلاثه. لهنا قسمتها على زوج. شوفوا البنات العجينه تاعكم ما تكونش طريه بزاف حتى تتلازق في اليد، لخاطر كان تكون طريه بزاف وتتلازق ريحات من بعد تهبط لكم من المول وما تحكم لكمش الشكل. سما ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف. لهنا قلت لكم قسمتها على زوج، هذه وحده زدت لها مغرفه كبيره كاكاو، ثاني مغربل ولميتها كما راكم تشوفوا. ما تعجنوش البنات الجامي تعجنوا ولا ما تصلح لكمش، لموها كما راني نلم انا برك. هذا مكان. من بعد وليت جبت بابي فيلم ولا ساشي ولا ديروها فيها، خليوها تسرع على الاقل ساعه، اللي ما عندهاش الوقت تخليها نص ساعه، لخاطر هذه العجينه كي تسرح تعاونكم في الخدمه مليح ومليح. خليتها قلت لكم استراحت مليح. من بعد بديت نخدم، بديت لهنا بالعجينه تاع الفاني عادي، حليتها على شويه فرينه، جبت المول تاعي اللي راح نخدم عليه وبديت نخدم. هذا مكان ديروا الطريقه اللي تساعدكم، تقدروا تحطوها طول في داخل المول تاعكم وتبداو تعدلوا فيها، ولا ديروا الطريقه اللي درتها انا، يعني تحلوها من بعد تهزوها بالحلال تاعكم وتحطوها في المول تاعكم. دوكا نروحوا هذه الطريقه خدمة نعطي لكم ونقول لكم بازيو على الحواشي، اعدلوا الحواشي وعدلوا وعدلوا وعدلوها، سمالو ضغطوا على النص اعدلوها. ولي بقات لي العجينه هذه تاع الفاني كملتها في هذو لي مول الصغار الشكل اللي تحبوا. دارت لي ربعه من هذو ودارت لي وحده كبيره اللي كنتو تشوفوا فيها. هذه العجينه الله يبارك راهي بزاف زاكيه وطيح لكم، يعني كان ما ديروش هذيك الكبيره راهي تخرج لكم حتى ال 25 28 هكذاك على حسب لي مول تاعكم اللي تخدموا بهم انتم. انا ديما نخدم بالمتوسطين، بصح لي راح دير مشروحه تخدموا بالصغار ما تخدموش بالكبار. كيما نقول لكم ديما خمو في جيبكم، لخاطر الكبار ما كومش رايحين تخرجوا فيها. هذه هي. من بعد لهنا اللي بقاو لي قلت لكم كملتهم في هذو تاع الفاني، هذو لهنا هذو لي مول هذو ديما اخدموا على البابي كويسون كيما راكم تشوفوا، وخدموا بالطريقه اللي تساعدكم. المهم اخدموا فوق البابي كويسون باش تجيكم الخدمه سهله.
هكذا حتى كملت كامل الكميه تاعي. قلت لكم دارت لي وحده كبيره وربعه كيما هادو اللي راكم تشوفوا فيهم. هذا مكان لهنا ديما ديما نقول لكم البنات الصح في الحواشي، الضغط على الحواشي واعدلوا ونحيوا الزوائد كيما راكم تشوفوا. ما ترقوهمش البنات، كانت ترقوهم رايحين يتحرقوا لكم ورايحين ثاني يهبطوا، وما تخشنهمش يجوكم معجنين، ديروا العجينه متوسطه. نكملوا كامل الكميه من بعد نذقبوهم، لازم نذقبوهم مليح مليح، نحطوهم في الفريجيدار على الاقل ساعه. قد ما تذقبوهم ويقعدوا في الفريجيدار ماهيش راح تهبط لكم العجينه مره. وذقبوهم سيرتو على الحواشي يا البنات، شوفوا الحواشي ذقبوهم مليح مليح مليح، نحطوهم في الفريجيدار ساعه. نزيدو نروحو نخدمو تاع عجينه الكاكاو كيف كيف. دائما نقول لكم اعدلوا الضغط على الحواشي باش ما تهبط لكمش وباش تحكم لافون تاعها كيما راكم تشوفوا. نضغطوا غير بصبعتينا هكذا، هذه اللي هنا خليتكم تشوفوها مليح مليح، ما حبيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا الطريقه. كل ما تعدلوا نحيوا هذوك الزوائد حتى تعدلوها مليح مليح. من بعد كيف كيف البنات ذقبوها، دخلوها للفريجيدار اوموا ساعه، ومن بعد نخرجوها من الفريجيدار نزيدو نثقبوهم مليح مليح وندخلوهم الفرن يكون سخون مسبقا على درجة حرارة 180. نخلوهم يحمروا من التحت ونشعلو لهم من الفوق شوي برك باش يديو هذيك التحميرة ما يقعدوناش عجين، ونخرجوهم ونخليهم يبردو ومن بعد نحشيوهم. هذا واش عندنا، ان شاء الله تكونوا فهمتوني في هذه المرحلة. نأكد لكم البنات ذقبوهم، شوفوا كيفاش راني ثقب فيهم على الحواشي، ثقبوهم مليح ما تخافوش باش ما يبوطوا لكمش، خاطر كان ما يكونوش مذقبين مليح رايحين يطلعوا ورايحين يبوطوا، هذه هي الجملة الصحيحة رايحين يبوطوا. دوكا شوفوا العجينة اللي بقات لي منا درتها في هذو الليمون تاع المهراس كيف كيف، عدلتهم داخل هذاك المول، شوفوا بصبعي هكذا ونعدلهم وندور. العجينه دائما نقول لكم ما ترقوهاش سينو تحرقوا لكم، ما تخشنوهاش باش ما تقعد لكمش معجنه كي تاكلوها شغل راكم تاكلوا في عجين. بصح نتوما حاولوا تكون متوسطه عجينه اللي ما تتحركش واللي ما تهبطش. هذه هي كيف كيف، نكملوا كامل الكميه هذه. لهنا قلت لكم ديروا لي خمسه من هذو، وواحد صغير ونح درتها في واحد المول هكذا ما نعرف صورته ولا اها. المهم يا شوفوا ندير لكم خمسه من هذو وواحده كبيره كيما اللي كنتو تشوفوا فيها. كيف 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 ثاني البنات لهنا نثقبوهم ندخلوهم للفريجيدار ساعه على الاقل ساعه البنات، من بعد نجبدوهم نزيدو نثقبوهم ندخلوهم الفرن سخون مسبقا نطيبوهم. هذا مكان. دوكا البنات نروحوا لهذه الكريمه، لا كريم هذه هايله رائعه. واش عندي؟ عندي 250 مليلتر حليب، يعني قيسوا بكاس تاع هذاك اللي مولفين نقيسوا به تاع 250. زدت له لهنا 50 غرام سكر عادي، 30 غرام مايزينا، رشه ملح وصفر بيضة، خلط بارد في بارد، حطيتهم فوق النار، النار تكون متوسطة، نقعدو نخلطو خاطر فيها النشا ونخافو لا تكربع نس، ما اقعدو غير خلطو خلطو حتى نتعقد معاكم هذيك الكريمة. هذه المرحلة هنا لازم يكون كلش بارد في بارد كما راكم تشوفو. من بعد نحطوها قلتكم غير تعقد، نعاودو نجيبوها ونكملو نديرو لها باقي المكونات. هذه هي، شوفوا لهنا بعد ما عقدت لي رحت جبت مغرفة صغيرة زبدة مارغارين وكملت خلطت. لهنا درت لافاني، دوك نعاود لكم هذا لافاني اللي قلت لكم تقدروا تعملوا قرعه ب 10 ريف، والله يا البنات غير روعه. شوفوا عطر الفانيليا هكذا مكتوبه، هايل هايل. درت مغرفه صغيره برك من لافاني، شوفوا حتى اللون كيفاش يبدلو ويمد واحد الريحه رائعه. ما تعملوا ماشي تشريو قرعه كبيره كيما هذه، ها عملوا قرعه ب 10 الاف ب 10 الاف واخدموا بها يجيب لكم عام ولا اكثر وخدموا بها. شوفوا كملت كملت خلطت مليح مليح حتى هذيك ذابت لي هذيك الزبده وتخلطت لي مع هذيك لافاني. من بعد لهنا واش رحت درت؟ رحت جبت طبسي حطيتها حليتها فيها باش تزرب تبرد لي برك، لازم هذه المرحله. من بعد جبت بابي كويسون غطيتها، شوفوا دوك نوزعها قبل على الطبسي باش تزرب تبرد. جبت بابي كويسون، لازم بابي كويسون تاعي يلامس لي الكريمه هذه تاعي، حطيتها حتى بردت، لازم تبرد البنات اوموا ساعه ولا لازم تبرد باش نروحوا للمرحله الثانيه. كان ما تبرد لكمش رايحه تفزد لكم لا كريم دوك تاعنا اللي رايحين نخدموها.
سما راح نديرو لها لاكريم شونتي، وهذيك سما كان ما تكونش بارده مليح مليح رايحه تفزدها لكم. هاي اللي هنا بعد ما بردت مليح وليت فرختها، خلطتها برك شويه بسباتولا هكذا. من بعد وليت جبت زوج مغارف كبار كريم شونتي وثلاث مغارف كبار حليب بارد، لازم الحليب يكون بارد. نخلطوها شويه هكذا حتى برك باش ما تطيرليش هذيك لاكريم شونتي. من بعد نجيب الباتور ونبداو نخلطو، لازم نطلعوها مليح مليح، تدي معاكم واحد الخمس دقائق حتى لست دقائق تتحل هذيك الكريمه، وفي نفس الوقت يتضاعف الحجم تاعها خاطر لاكريم شونتي راح تتخلط لنا مع الحليب. هذه هي نكملو نخلطو بالباتور حتى دوك تشوفوها كيفاش يتضاعف الحجم تاعها وتتحل مليح مليح. والله يا البنات هذه لاكريم روعه روعه روعه. نزيدكم معلومه واحده اخرى البنات، اللي تحب تدير اي عطر دير كما انا لهنا استعملت هذه تاع الفانيليا جات رائعه، واستعملت عطر الموز اللي مولفه ديما نعتو لكم ثاني نفس القرعه البنات تعمر ب 10000 فرنك. هذه هي دوكا بعد ما طابوا لي هذوك اللي تاخذوا للتوحي، عندي هذه هنا سوبر كريم تاع الفريز، والله غير تخف تخف. شريتها 12 الف الله واعلم، راني نعتها لكم باش تشوفوها اللي تحب تشريها، تمد واحد الذوق هي ويسخف يسخف. ان شاء الله يا ربي تجربوها سورتو بالذوق تاع الفريز، ما عنبليش كي وليت نحب انا الفريز، والله هي هذه بالذات بنينه تهبل تهبل. عمرتهم شوفوا درت طبقه من هذيك لاكريم تاع الفريز وهكذا عدلتها برك فوق لي تاختو للتوعي. شوفوا الله يبارك لي تاختو للتوعي، ديك التحميره اللي يديوها يهبلوا يمدوا واحد القرمشه تسخف تسخف. حمروهم مليح من تحت زيدوا من الفوق، والفرن ما تزيدولوش بزاف ولا يتحرقوا لكم. ومن بعد قلت لكم ديروا هذه لاكريم تاعنا هكذا، ديروا طبقه مليحه عدلوها بالمغرفه وبشويه برك باش ما تكسروش لي تاختو للتوعكم. ودوك واش نروحو نجيبو هاي لاكريم تاعنا، شوفوا الله يبارك واش تجي مليحه، والله غير تجي تسخف تسخف. شوف وتشوفوا واش زاكيه الله يبارك هكذا. دوك نزيد نعت لكم هذا لادوي باش اللي تحب تشريه خاطر كامل سقساوني من من شريتيه ووريهولنا دوك نعتو لكم. عم بالي بلي بنات بزاف يحبوا هذا الشكل، انا بالسيف باش لقيتو نكذب عليكم والله غير بالسيف. تشوفوا واش شريت واش شريت باش طحت فيه، ها شوفوا كيفاش يجي. ما حبيتش نسرع الفيديو باش تعرفوه باش اللي تحب دير كابتور ولا. ودوك نزيد نخليه لكم في الانستغرام باش اللي تحب تزيد تسمى تهز لا فوتو خير وخير. ها الشكل تاع الورده، الشكل يسخف يسخف، التزيين اختياري. انا لهنا كان عندي بقالي شويه بنان برك، ولي درت هكذا شويه بنان ومن الفوق درت لا جولي هكذا من باش يمد لي برك هذيك اللمعه. وشوفوا كي تقسموها الله يبارك فاش تجي هذيك الطبقه، تجي ما شاء الله. البنات هذه جربوها والله غير على ضمانتي، والله غير رائعه سورتو اللي استعملتو هذيك لافاني. ولنا هنا درت ثانية كيف كيف لهنا، درت عطر الموز برك، عطر الموز وخدمتها سما في بلاصة لافاني. قلت لكم درت عطر الموز، ديروا واش تحبوا نفس المرحلة نفس الطريقة. واش راني بدلت برك، درتها بعطر الموز خاطر لهنا هذي درتها كامل بالبنان هكذا. نعدلوها مليح مليح، نديروا طبقة مليحة من هذيك لاكريم تاعنا. من بعد نجيبوا البنان، البنان باش ما يكحل لكم. شوفوا جبت لهنا قارص وندير فيه هذاك البنان ونقطرو من القارص هكذا مليح مليح، ما تقولوش يجي حامض ولا خاطر رايحين نديروا له لاجولي. واللي ما عندهاش لاجولي خي دائما نقول لكم ذوبوا العسل خليوه يبرد شوي برك، يعني دفيوه ومن بعد ديروه من الفوق باش يعطيكم اللمعه ويروح لكم هذاك الحموضه تاع القارص باش هنا يحكم لكم القارص ما يكحالش. بصح لا جولي راح تخليه شويه ما يكحالش سما يطول، هي يعني البنان على بالنا باللي تغفلي عليه من يكحل من. سما نتوما حاولوا ديروا هذه الطريقه اللي قلت لكم عليها تاع القارص، هاني حطيته قدامي وندير هي نورمالمون مقطع الحبه كامله، انا قاعده نتمسخر يعني. المهم ستفتهم كما راكم تشوفوا ساير داير حتى كملت كامل الكميه تاعي، وفي النص حطيت حبه الفريز اللي ما نقدرش نستغنى عليها. هذا مكان هذه بالنسبه لتاع البنان. دوكا نروحوا تاع الشوكولا. شوفوا البنات نفس الكريمه 250 مليلتر حليب بارد، صفار بيضه، 50 غرام سكر، 30 غرام مايزينا، رشه ملح
وخليتهم بارد في بارد، خلطتهم بارد في بارد، حطيتهم فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى انعقدت لي بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. جبت مغرفة صغيرة زبدة، كملت خلط، من بعد جبت مغرفة معمرة مليح شوكولا كما راكم تشوفوا. اي نوع تاع شوكولا عندكم ديروا ديروا، انا يا اخي قلت لكم نخدم بالوسمها يا ربي، ولا غنسيت اوبتي مش اوبتي لا يا ربي وسمها ولا غير نسيتها سامحوني. المهم ما اي نوع عندكم ما تكلفوش رواحكم، اصلا هذه الكريمه بنينه بنينه، وديروا لها اي نوع تاع الشوكولا كما راكم تشوفوا هكذا. هذه هي شوفوا اصلا كيفاش تجي، وشوفوا القوام تاعها ثاني والله غير هذه تجي تسخف تسخف. هذه هي برك هكذا، ومن بعد كيف كيف روح جبت هاي تاعي اللي تاخذوا للتوعي هذوك تاع الكبيره وعدلتها فيها هكذا، نعدلوها ثاني نسويوها مليح مليح على السطح. والتزيين اختياري، لهنا من تحت اللي تحب دير مكسرات ولا دير كراميل ولا دير واش تحبه. انا لهنا درت طول هذه ما حبيتش ندير فيها اسما، ما حبيتش نكثر نخلط فيها، واللي درتها غير بهذيك لاكريم ولا غير هذه لاكريم روعه. لهنا ما حبيتش نزيد فيها لاكريم شونتي، هذه خليتها كيما راهي تسمى، لا درتها طول بكريم باتيسير، ما درتلهاش كريمة ديبلوميت. هذه هي، والتزيين قلت لكم اختياري. لهنا درت بالفريز، وهذا غاناش تاع الشوكولا روعه هذا الغاناش. دوك ان شاء الله يا مات ونحط لكم الفيديو تاعو وحده، ان شاء الله نكملوا غاطو العيد ونوليو ليه. والله يا البنات غير هذا روعه. سينو دوك نحط لكم الغاناش اللي ديجا خدمته معكم في القناه من قبل، وشني هذا برك يختلف في الشوكولا هذا مكان. ودوكا هادو اللي الصغار هذوك قلت لكم درت خمسة. شوفوا في القاعده لهنا درت جوز مفتت شمي كان ولا غازوج حبيت برك فتتهم كما راكم تشوفوا. ومن بعد وليت جبت كراميل طوفيا كراميل درتو برك في ساشي هكذا باش يعاونني في الخدمه عندكم بالمغرفه، شيطتني وليت قلت هيا نخدم طول درت في ساشي ولا غساشي نورمال. وقعدت درت طبقة مليحة، دخلته للكونجيلاتور خليته حكم روحو واحد الربع دقايق ولا خمسة برك باش نروح ندير الطبقة الثانية. لهنا شوفوا درت هذه الطبقة، شوفوا نفس الكريمة تاع الشوكولا اللي خدمتها حطيتها بردت، من بعد زدت لها زوج مغارف كريم شونتي وثلاث مغارف كبار حليب، وطلعتها مليح مليح كما درنا الاولى وعمرتها هذا مكان برك. قلت لكم هذيك لا كريم باتيسير اللي خدمناها تاع 250 مليلتر وصفار بيضه و50 غرام سكر عادي و30 غرام مايزينا ورشة ملح، بعد ما عقدوا لي درت زدت لها مغرفه صغيره زبده وزدت لها مغرفه كبيره شوكولا، حطيتهم في طبسي خليتها بردت مليح. كي بردت زدت لها زوج مغارف كبار كريم شونتي وثلاث مغارف كريب حليب بارد عفوا، وطلعتها ودرتها طبقه ثانيه. من بعد درت الطبقه تاع الكاناج، وهاني زدت نعاد لكم هذا لادوي اللي خدمت به، وشوفوا الله يبارك كيفاش تجي. شوفوا نقسمت لكم حبه باش تشوفوا بعينكم، شوفوا ديجا الطراوه تاعها والله يا البنات غير تذوب في اليد، بنينه بنينه ما تتصوروش. شوفوا دوك الطبقات كيفاش يجيو روعه ما شاء الله. وخلاص ان شاء الله يا ربي تجربوها، عم بالي هدرت بزاف بصح باش تفهموني. هذوك البنات نبقاني نقول لكم غير بقاو على خير، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. دعواتكم ماما بالشفاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.